يضمن المغيرة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل من المغيرة وهذا الاسم الجميل إلى المركز الثاني، ومن تحتل المركز الثاني محفوفة تعود ملكيتها لهجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. محفوفة وأيضا بإذن الله تحفها رعاية الله والرعاية الإلهية. المركز الثالث اللي تقدمت وخذت المركز الثاني لفحة، تتقدم لفحة من هجن الشحانية، يضمر لفحة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث ما زالت فيه محفوفة لهجن الشحانية المضمر المشاغب بن محمد بن خالد العطية. دور المركز الرابع هنا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، يضمر عبد الله بن طالب بن شفيع. المركز الخامس تتقدم فيه مزنة الخير، مزنة الفوز، وهذا الاسم الجميل مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني الموهوب، يتابع مزنة علي بن حمد بن جرحب. نعود إلى مقدمة الشوط بعد أن أكملنا ندانا للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. هنا المغيرة من تغير على الصدارة منذ الانطلاق، ما زالت على المركز الأول المغيرة من أجل الشحانية انضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. غارت المغيرة على المركز الأول وعلى الناموس حتى هذه اللحظات. المتابعة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابعها ويتابع شقيقتها اللي على المركز الثاني واسمها لفحة من أجل الشحانية، التضمير أيضا مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. بينما محفوفة على المركز الثالث أيضا من هجن الشحانية، ومتابعة المضمر المشاغب والعالمي محمد بن خالد العطية يتابعها، وأيضا سنوات طويلة لهذا المضمر العملاق من قاد أيضا الشقب وبرزان والمحيط والعديد. يبينا يوم كامل لو بنعد انجازات هذا المضمر المشاغب. المركز الرابع اللي تقدمت وخذت المركز الرابع في هذه اللحظات الدانه لهجن الشحانيه مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه دانه على المركز الثالث، وهي دانه خذت المركز الثالث. هذه الدانة ودانة يا دانة اللي على المركز الثالث المركز الرابع. مشاهدين الأعزاء من تتقدم من هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران المري، أول نداء لها اللي على المركز الرابع ورقمها محجوب، بنحاول نتعرف عليها. الدوحة اسمها الدوحة، تحمل الرقم 4 من هجن الشحانية المضمر سالم بن فاران. المركز الخامس محفوفة من هجن الشحانية مضمر محمد بن خالد العطية. محفوفة بإيش؟ محفوفة بالناموس، محفوفة إن شاء الله بالسبق. هذه محفوفة وانتقلت محفوفة وتقدمت إلى المركز الثالث. يا سلام، شوفوها قبل شوي في قبل قليل كانت على المركز الخامس، الآن تتقدم، وخطيرة هذه المشاركة، خطيرة شكلها وأدائها ممتاز. نعود إلى مقدمة الشوط أعزائي المتابعين، وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول المغيرة اللي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول من هجن الشحانية، وتلاحقها لفحة الثنتين من هجن الشحانية، وأيضا الثنتين بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ودير بالك يا العملاق من المشاغب، دير بالك من المشاغب ومن عمدة المضمرين اللي يصل شعاره أيضا على ظهر مزون لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المضمر عبيد بن حمد بن بريك المري يتابعها في التضمير ابو حمد، عمدة المضمرين من ايضا حصل على نقطه في صباح هذا اليوم مع سلهود يبحث عن نقطه ثانيه. المركز الخامس تتقدم هناك الدوحه من هجن الشحانيه مضمر سالم بن فاران. نعود الى مقدمه الشوط والى المغيره التي ما لم تتزحزح ابدا عن هذا الموقع المغيره رغم التغير
التغيرات التي نراها من المركز الثاني وحتى المركز الخامس، ما زالت المغيرة صامدة صمود الجبال السود على هذا الموقع، صمود الأبطال، صمود الأقوياء. هذه المغيرة المركز الثاني لفحة، المركز الثالث محفوفة اللي أخذت تتقدم لتنتقل نقلة ممتازة إلى المركز الثاني من هجن الشحانية وبقيادة المشاغب. من أخذ يشاغب في هذه اللحظات؟ وشاغب يا المشاغب، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير، وما زالت المغيرة سيدة الموقف، ما زالت على المركز الأول بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وتلاحقها أيضا شقيقتها في العزبة لفحة والمغيرة، والمغيرة ولفحة على المركزين الأول والثاني بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ما وأيضا تعود الملكية لهجن الشحانية. المركز الثالث محفوفة 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 على المركز الثالث، وانطلقت المغيرة، انطلقت المغيرة لتكمل مسيرتها، وطارت المغيرة، طارت بسم الله تبارك الله على هذا الانطلاق. غارت المغيرة، قامت راس يا سلطان، وغارت في هذه اللحظات على خط النهاية، أغارت على خط النهاية الذي يستقبلها بكل حب، يستقبلها بكل ود، وخط النهاية يرحب بهذا القدوم. وها هي مشاهدين الأعزاء تنفرد المغيرة دون أي تعليمات تذكر، دون أي تعليمات المغيرة مع المركز الأول، أداءها ممتاز. والمغيرة يوم سمعت باسمها قامت تلفت، سلمت تسليمة مصلي وطارت. هذه المغيرة طارت مع خط النهاية، وأيضا نزف التهاني والناموس لهجن الشحانية وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وسلام يا المغيرة، سلام، سلام يا هذا العرض، سلام، تهانينا والناموس. واشكرك يا سلطان الوهيبي على هذه المواصيل التي وصلت إليها المغيرة في هذا الشوط، تهانينا وناموس لحظات الوصول. المركز الثاني وصلت فيه الجذابة من هجن الشحانية مع المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث تصل الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر عبد الله بن طالب بن شفيع. المركز الخامس أو المركز الرابع محفوفة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر الموهوب علي بن حمد بن جرح. هذه النتيجة يا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وهذه المغيرة. المغيرة قامت راس وأنهت هذا الشوط راس، وانفردت انفراد جميل قبل خط النهاية، وعرضها كان ممتاز. توقيتها 8 دقائق 12 ثانية 85 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. مشكور يا سلطان، كفيت ووفيت في هذا اليوم. المركز الثاني وصلت الجذابة 8 دقائق 17 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لهجن الشحانية، والتهاني أيضا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي نقول بيض الله وجهه اليوم. المركز الثالث تصل فيه الظبي وتوقيتها 8 دقائق 17 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني لعبد الله بن طالب بن شفيع. تهانينا والناموس للجميع.